استاذ مصطفى ممكن اعطلك شويه؟ ما ينفعش يا نهر، خليهم يعملوا لي فنجان قهوه عشان عندي سهره النهارده. مجهزه لك مفاجاه. ما ينفعش، روح حل عن سمايا، حل عن سمايا يا نهر، روح خليهم يعملوا لي اللي انا قلت لك عليه. طب ينفع انا اعطلك؟ ينفع 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 يا الحمد لله على سلامتي يا حبيبتي. الله يسلمك. خير؟ وصلتوا لحاجة؟ يعني تقدر تقول كده. هو ايه اللي يعني؟ عرفتوا لينا فين ولا لا؟ جمال بيه انا ما نمتش بقالي يومين، واحنا شغالين تحريات ليل ونهار لحد ما وصلنا العيلة. انا شاكك ان هو اللي عمل كده. قول لي انت عندك طباخ اسمه حسين متولي؟ الدنيا ولع على خالد، واللي رزق عمله ده قلب الدنيا عليا، وحتى هنا هنا الدنيا كانت هتفرط مني لولا اني قدرتهم كلهم عشان يتهدوا. عارف عارف، انا جيت لك عشان كده دلوقتي. انا اللي طلب مني ارجع رزق. ازاي ده الحيوان ده اكيد هرب، وحليني بقى لما نعرف نوصله تاني. ده انت قعدت كام سنه ماشي ورا عشان تعرف تجيبه اول مره، وبعد كده رزق ما هربش لوحده. ده كان عامل حسابه على كل حاجه من الاول، وده معناه انه كان على اتصال برجالته وهو جوه السجن. مش فاهم. افهمك بعدين. هات لي كل النظر اللي كانوا مع رزق، واي حد اتكلم معاه، واسم اي حد جاله زياره بسرعه يا رأفت. انا ما عنديش وقت، قدامي 48 ساعه بس. 48 ساعه وايه؟ وترجع رزق هتعرف؟ ما عنديش حل تاني. ما اعرفش يا سعاده الباشا، ما اعرفش. شغل عنابي ده يا حسين، انا بقالي يومين ما نمتش، بخلي ضيق، فتعالى معايا دغري وما تصعش عليا، عشان اللي انت ماشيه بوشك انا راجعه بظهري. ابنك فين يا حسين؟ يا باشا ده واد بايظ ومدوخنا انا وامه، واحنا متعودين منه على كده، يغيب يغيب ويرجع تاني لما يجي له مزاجه. واد ابن كلب. هو ابن كلب عشان انت ابوه يا حسين. انا عارف ان علي ابنك الوحيد وانت مش عايزه يتاذي، وانا بقول لك انا مش هاذيه لو انت قلت لي هو فين. بس انت لازم تفهم حاجه، بالذوق بالعافيه انا هجيبه، ولو انا نزلت جبته هركبه لك العنبوك، وهاخدك انت وامه لحد ما يبان لكم صح. وانت راجل كبير مش عامل بهدله. فين الواد؟ يا باشا حضرتك مش مصدقني ليه؟ والله العظيم ثلاثة بالله العلي العظيم انا ما اعرف مكانه، ده انا حتى ما اعرفش حضرتك عايزه ليه؟ انا اقول لك ليه؟ مش ابنك كان متعود يجي لك هنا الفيلا؟ واخر يوم كان موجود عندك هنا يوم ما لينا اتخطفت. حصل يا سعادة الباشا، كان جاي عايز فلوس وانا ما رضيتش اديله، قلت له اللي عايز حاجة يجري عليها. يجري عليها؟ نبتدي من هنا بقى. ابنك انا كاشف عليه وعليه اتنين مخدرات وقعد صايع من غير شغل. حط دي جنب دي، يطلع لنا ايه؟ يطلع لنا ايه؟ ما اعرفش يا سعاده الباشا، ما اعرفش. انا اقول لك، ابنك سمع كلامك ودور على طريقه تانية يجيب منها الفلوس، وهو كده كده بيدخل ويخرج من الفيلا من غير ما حد يقول له انت رايح فين ولا جاي منين. وصلت ولا قلتني؟ يا باشا الوقت فين؟ يا باشا ما انا بقى. والله ما اعرف. انا من الوقت حسين، مش ابنك ده اللي انت اتحيلت عليا عشان شغال سواق عندي وانا جبته وشغلته؟ حصل يا جمال بيه، حصل. ورغم كل البلاوي اللي عملها انا ما رضيتش امشيه عشان خاطرك وخاطر العشره اللي بينا. وانا ما اقدرش انكر، وجميلك فوق راسي. وفاكر ان ابنك ده نفسه كان هيموتني لما كان واخد مخدراته وسايق بسرعه، علشان كده مشيته. بس انا ما رضيتش امشيك انت. انما المره دي يا حسين يا تنطق وتقول لابنك فين، والا اقسم بالله لا هرحمك لا انت ولا هو. والله بعرف، والله انت يا حسين. ابنك فين؟ ابنك فين؟ جمال ايه؟ هموت في ايدك. ما الموضوع ليه يولع بجاز؟ انا عايز بنتي. طب اهدى بس، اهدى، سيبهولي انا خليه يعرف يتكلم.